نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية بمحافظة سوهاج بمشاركة عدد من أصحاب المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بالمحافظة. وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه تم الإعلان عن انتهاء فترات تدريب عدد من شباب المحافظة على عدة حرف صناعية ضمن المبادرة الرئاسية ابدأ حياة، وبدء مرحلة تشغيل خريجين المبادرة بشركات ومصانع القطاع الخاص، حيث شهدت الاحتفالية العروض المقدمة من هذه المصانع للشباب بحوافز متميزة لانطلاق حياة جديدة لخريجي المبادرة. احنا بنشارك النهاردة في المنتدى المبادرة سعادة الرئيس في مبادرة ابدأ لتوفير فرص عمل للشباب المتدربين او الخريجين من المبادره، واحنا مساهمين وتحنا فرص عمل لاكثر من فرصه عمل للشباب المتدربين. احنا كلها في دوره تدريبيه تابعه لمؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع وزاره الانتاج الحربي ومبادره ابدا حياه، واحنا حصلنا على تدريب في 5 اقسام: الخراطه ومنع الحداده واللحام وقسم التبريد والتكييف والالومنتال، وحصلنا على شهاده معتمده من وزاره الانتاج الحربي اقدر اشتغل بها داخل او خارج مصر. واحنا حاليا في مؤتمر لتوظيف الشباب بالتعاون مع القوى العامله، والحمد لله هم وفروا لنا شغل في قطاعات خاصه، واحنا اللي بنختار، واحنا بجد كنا محتاجين الفرص دي.